جريدة الأخبار تحدثت عن مبادرة جديدة بتقوم بها وزارة البيئة المحل أو التنمية المحلية باسم خدمة وابتسامة، وده لإسعاد المواطنين. الحقيقة تفاصيل بتقول إن هذه المبادرة بتقدم موظفي الحكم المحلي الخدمات المواطنين وهم يبتسموا، يعني لازم يكون الموظف كده بيبتسم في وشك عشان تتفائل بيوم جديد، يعني حركة هي ظريفة قوي.